باسم نادي محمود عبد المنصور جوزي وما يعرفش عامله له هديه. يعني عاملها له مفاجاه. اه والله يا دوب لسه اتصلت بعد ما سمعت الاسم. اه والله العظيم عم يحيى هو قدمت ما كانش معايا وقدمت له هو باسمه انا وبنتي الصغيره وهو ما يعرفش وطلع الاسم ويعني اسعد لحظه. طب هي تاخد ان هو يستاهلها. هتاخد منك كلمتين.